صاحبة الصندوق التفاح. هل سمعت بقصة صاحبة الصندوق التفاح؟ نعم سمعت بها. وما هذا التخربيق؟ لم أفهم شيئا. ما هذا التخربيق؟ والو. ما قالته صاحبة صندوق التفاح الذي اتهم القائد بسرقته. بعد أن أثار القائد بالضرب ضجة باتهامه سرقة صندوق التفاح، خرجت صاحبة الصندوق المعنية في تصريح مثير تحاول من خلاله تبرئة القائد وتقول إنه قام بواجبه. وقالت السيدة المعنية المعروفة ببائعة الحامض إن القائد قام بعمله وليس لصا، مؤكدة أنه أخذ منها صندوق حامض وليس تفاح كما قيل، وذلك في إطار عمله. وأكدت السيدة أن قائد السلطة الذي كانت رفقته أعاد لها الصندوق الحامض الذي نزعه منها، مؤكدا مرة أخرى أن الصندوق كان يحتوي الليمون الحامض وليس التفاح. وعلى نقاش وعلى قصة شلق قصة كدير شلق قصة كيفاش دير شلق قصة شحال عيانة تفاح الحامض القائد عطوا اتساع للقياد عطوا اتساع للقائد عطوا اتساع للسلطات وخليهم يخدموا في على خاطرهم. شو هذيك الحالة اللي كنشوفوا في انترنت الفيديوهات ديال الحجر هو يحكي له حلو من الفوق على بزاف ديال يلعبوا كرة وتيهربوا. كاين دابا البارح اللي شفت انا دي فيديو ديال القائد النيج تبع شي وحدين كانوا لاعبين كرة وتيدخلوا هما لشي ضروبة وماشي يدخلوا هما الامن لذاك الدرب ما تيلقاوهمش، بمعنى ان الجيران وهذا تيحلوا البيبان باش اخرين يطلعوا يتخبعوا فهمتي. والبارح هضر معاهم زعما افسر لهم قال لهم شنو كاين وتعامل معاهم زعما بلا باقة وكل شيء. بامر من وكيل الملك اعتقال الزوجة التي عذبت الطفل حمزة بعد محاولتها الفرار من طنجة. هذه الفيديو شتاه حاتم؟ شتاه الصباح هذه مالوغوزمون كاتاستروف كاتاستروف. دابا هادي فيديو سيدي ديال واحد السيده كتضرب واحد الولد هو هي في الكوزينه، هي مرات باه وهو هي في الكوزينه ودخل عندها هو الكوزينه بغى ياكل بغى يفطر. هو قالت لي هي ما تدخلش عندي الكوزينه، واحد الوقت الترازيه ديال الطباصل وكمصور داكشي كمصور داكشي ولا داكشي حالته حاله. غنسمعكم شويه عندنا نقرا لكم شنو وقع. وبعد باه جا لي وراه جا دابا هي مرات باه مبارك عليكم. هادشي ما فهمي تسمع ما فهمي ما يتشاف. والفيديو غادي تصيفط لكم غادي توصلكم في الواتساب ولا الفيسبوك غادي تشوفوها. قال لك مصادر متطابقه ان عناصر الدرك الملكي تمكنت زوال اليوم الاحد من توقيف السيده التي ظهرت في شريط الفيديو هي تقوم بتعنيف وتعذيب الطفل القاصر من ذوي الاحتياجات الخاصه. وتضيف مصادر منبر غو 20 ان عناصر الدرك الملكي وباوامر وكيل الملك بطنجة تحركت عقب شيوع الفيديو الذي هز المغاربه منذ فجر اليوم الاحد ليتم تمشيط المنطقه التي يعتقد ان السيده تقطن بها لتتمكن من توقيفها محاوله الفرار الى خارج مدينه طنجة. وقال لك الاعتقال ديالها كدوا لكم المساله. فبراير قال لك سيدي مواطن يتهم وكاله بنكيه برفع فوائد تاخير سداد دينه. تفاجأ مواطن مغربي بارتفاع صاروخي على مستوى الفوائد. هو درا شرح حنا كنهضروا على هادشي فيك انت تفاجئ انت دابا عاد تفاجئ بوحدو والله ديما زادوا عليا. وذلك عندما توجه لوكالة بنكية من اجل تاخير سداد ما بديمته عقب توقف العمل بسبب جائحة كورونا. وكشف المواطن انه توجه لوكالة بنكية بالرباط من اجل الاستفادة من تاخير سداد ديونه دون فوائد اضافيه. مضيفا عبر الفيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي ان موظفه منحته ورقه لاملائها بمعطياته الشخصيه وطلبه. وسجل المتحدث ذاته انه قبل توقيع الوثيقه المذكوره طلب منه ان يكتب عباره اوافق على الشروط الجديده للقانون قبل الامضاء. هما في الاول قالوا انهم غيتاجلوا القروض بدون بيناليتي بدون عقوبات ديال التاخير ياك. وما هما في ديك اللي كانوا هضروا شويه على انه الطابلو دامورتيسمون غادي يتعاود. يعني هما كيديروا داك الشيء الابناك داروا داك الشيء اللي كيدار اللي هما مولفين كيديروه. اللي كيديروه في المرحله العاديه. من بعد كل واحد عنده الحق يترجم هذه العمليه في راسه كيف ما بغى. بعد هو قال لك على انه هي قالت ليه سينا على واحد الشرط لا لانه يقبل اي تغيير غادي يجي من بعد يقبل اي تغيير في القرض. بحال قلتي سينا يمكنك ان تتعاملي معي كقرض.
هادشي اللي كاين. شوف اسيدي لا والصراحه دابا شفنا واحد الفيديو ديال واحد السيد يلاه هو شوف ويلاه زخبار الجمعه زخبار وقال لك لارتيكل يفاجئ مواطن مغربي بارتفاع صاروخي على مستوى الفوائد هو لا لا قول لي احنا كنا ورا شرح داك الهضره اتفقتي واتفقتي بكتي دابا شوف اخي اخي مومو دابا حنا راه واخا تعيما دويت بنادم تتقيس الامور قال لك اه وهادشي اللي كنقولو كنشوفوه دابا المشكله بنادم دابا هذا هذا قرا هذا شنو دار قال لك انا قريت اه وتخيل هذوك الناس اللي ما قراوش وجاو دابا تا بغا يدير الديكالا وداك الشيء وجاو تفاجئ مع الواقع انا ما فهمتش هاد الجي بي بي ام كتسناو هاد الدوي ما غدويش ما غدويش ما غدويش ما غدويش ما غدويش انا كنتسناو الدوي تخرجكم منك على المعقول وهي كتخرج لينا على والو انا ما غدويش ما غاديش يدويو هو صعيب على مجموعه الابناك انهم صعيب عليهم انهم يقولوا لا اسمحوا لنا غلطنا غادي نحيدوا هادشي ديال كالكول دو طابلو دو دامورتيسمون وغادي صافي غادي نديروا بوز والله يسامح صعيبه بزاف صعيب ماخشا هما يقدروا يقولوا غلطنا ما يقدروش يقولوا غلطنا ما يقدروش يقولوا وحنا ما بغيناش يقولوا غلطنا يقدروا يقولوا فهمتونا غلط لا راه قالوها فهمتونا غلط قالوا فهمتونا غلط دابا شوف قالوا فهمتونا خيموم والله ما عندنا غرض ما عندنا الغرض هو انه الناس ما يتزلش عليهم يعني انه مصطفى غادي يوصل لواحد الحل شوف الحل الاخر نقول لك شنو هو فهاد لافير هادي حيت دابا غنبقاو نهضروا 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 ما تشوف ما كيهضر معاك انت دابا درينا ما كيهضروش معانا الحل واحد كيبان نقول واحد الاكسبريس واحد اخر نتقاعد ثاني بلاش ما كيهضروش معنا زعما ما يهضروش معنا ما كاينش مشكل ها شوف حنا ماشي انا ما عندناش انا ماشي دي بونكي باش يهضروا معنا فهمتيني لا ماشي انت ماشي بونكي انت انت بونكي انا خويا علاش كتهضر على البنكات علاش علاش كتهضر على البنكات علاش انا مواطن علاش كتمشي تهضر على البنكات علاش سميتو انت شغلك صوب طالو دو بعد ما يدان انت هاد اليوم صوب طالو دو مورتيسمون ولا كسير والمسائل اي هاي هاي وسابق الحيط باش دير عليهم فيديو نتايا اي هاي هاي فراغ لا اخويا انا بحالي بحال الناس كنتسائل ومحقنا الاجوبه فهمتيني وشحال من واحد من وراء الاوديو اللي نشرتي قال لك بلي فعلا انه ما تخلصهمش ان بي احسن لك انك تديكال فهمتيني ما تخلصش الكريدي ديالك احسن لك تقام القضيه الخاص ايوا ايوا شوف لا دابا شوف دابا الحل الوحيد هو انه الله يحسن الوالدين الجميع دابا اللي صراحه انا كنظن انا لانه الحل الوحيد في هذه المساله هذه اخويا مصطفى سوينغا هو انه الواحد يدير مجهده وما ياجلش كريدي ديالو الا كان بالامكان ديالو ما كانش بالامكان ديالو غادي يكون ملزوم عليه انه غادي ياجل الكريدي ديالو غادي تعاود ليه الحساب ديالو وهادشي اللي عطى الله الساعاتي جميع الحساب والبرلمانيين والبرلمانيون والبرلمانيات والجميع ينوضوا يتكلموا شويه داكشي علاش انا كنطلب منهم ينوضوا يتكلموا شويه هذا الموضوع لانه مصطفى السوينغي قرر واحد القرار بنقول لكم مباشره على اذاعه انتخاجو وبغيتك تكون حاضر انت مصطفى السوينغي وانه موضوع الابناك موضوع الابناك والكريديات وكان خصكم تفهموني لهذا القرار ديالي خصكم تفهموني الله يخليكم هذا القرار ديالي انه ما بقيتش غادي نعاود نجبد هذا الموضوع ديال ابناك اليوم خلعتيني واه قلت واه شنو هذا الشيء هذا والله ما يحشو ما هذا علاش نقول اش هذا الشيء هذا يخوي بينا مصطفى ولا حطنا في راس المدفع وصافي خلينا لا والله العظيم حاجه فاس بعد تخلع علاش نقول واه كما وصلوا شي ميساج وصلت شي بريه وصل شي هذا الشيء هذا واش فراسك اخي انا مخيموم واش فراسك بلي داير مزيان مع الناس لانه في الراديو ولا كيفرج على الغضب ديالو على هاد القضيه معلوم سينو راه بنادم ما يتفرقع معلوم اخويا معلوم اش عام كاين مشكل كاين مشكل كاين مشكل حبيبي حنا شوف حنا موجودين حنا كاينين هذا هاد البلاصه هاد الاذاعه هادي شوف الاصل ديال هاد الاذاعه الاصل ديال الاعلام شنو هو الاصل ديالو هو يوصل صوت الناس حتى بغيتي تشوف تقاشري نشوف انت عارف انت عارف الستون ديالي ما تقاشري انا عارف الالوان والرسوم اليوم اليوم تقاشري هما مش فين جات فين جات الدونات
دوناتس اليوم دوناتس اليوم اخوكم سوفر اخوكم كيتمان مزيان ايوا كيتمان ديمونش كيتمان سمان واخا كيتمان مان حيت حنا عندنا واحد القانون واضح جدا هنايا من البدايه ديال الحاله الطوارئ اللي عايشنا حنا جميع مع حاتم مع حمزه مع سميه مع وداد مع غزلان وانه ممنوع ممنوع شي واحد يشوف فينا الاخر لابس بيجاما هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين ماشي اوقات لبس البيجاما او عدم لبس البيجاما هما اوقات ديال ممنوع شي واحد يشوف الاخر اذا بغيتي تخرج ببيجاما خصك تخرج مع 4 الليل ضرب الدورة ما يشوفك حد ورجع بحالتك ممنوع ما هادي ما حسواش بيجاما لابس انايا لا هادي بحال كيتما This is not page. No, no. Okay. ما نعسيش بها. لا ما نعسيش بها. ايوا صافي ماشي بيجاما. صافي. منطق سهل. برافو حاتم. منطق سهل بزاف. حنا سمعنا شي اخبار على انه كاين العنف. العنف تزاد هاد الايام هادي. العنف ضروري ما كايناش شي علاقة ما فيهاش العنف. ضروري كيكونوا شوية ديال الهضرة. لا تفهموا واش بالعنف. لا تفهموا العنف. لا تفهموا العنف. لا بغيتي كاين فرق بين العنف وبين النقير. كاين العنف اللفظي. كاين العنف اللفظي كما قال حاتم كاين العنف الجسدي ولكن الحمد لله انا ما عندي حتى شي عنف من هادو انا المشكل اللي عندي هو ان الزوج ديالي الطبع ديالو سكوتي وما كيهضرش ما كيضحكش يعني واخا نقي النهار كامل كنعاود له في النكت انا تنموت بالضحك هو تيكتفي فقط بواحد الابتسامه صافي وهذا المشكل هذا كيفاش النهار فاش جوج تيما ما كنتيش عارفه بحال هكذا انت دابا عرفتي دابا والله دابا عرفتي بيه انت دابا ها كنا باغيين غير نتزوجوا ديك الساعه فوالا هادشي اللي كنت نروح على فمك ساهيه فيه ما كاينش مشكل حتى دابا عاد عقلتي به منه ما كيضحكش دابا عاد عقلنا به ولكن شويه كان ممكن كيخرج كنا كنتهناو منه شويه وما دابا منين النهار كامل معنا في الدار راه مشكل كبير كنا كنتهناو منه شويه شو دابا على الهضره كيفاش دايره ودابا تخيلك بالله دابا شو الحب هذا ولا الزواج شنو هذا يخرج انت نوم شويه دابا عندك التجربه واخا كتبغي ولكن كتبغي يخرج مؤسسه هي كاينه كتبغي الواحد ولكن ما كتبغيش 24 شهر 24 ساعه 24 ساعه هانيه المشكل اللي تطرح لي انا مع الزوج ديالي هو شكل اخر يمكن من غير اننا عندنا المشكل ديما قائم على ود البيسي اننا عندي واحد لاشين في اليوتيوب كنبغي ندير المونتاج ديال لي فيديو ديالي هو في التعليم يعني كيبغي يصوب لي كور ديالو صعيب باش كي ديما عندنا المشكل لا انت قلتي بزاف لا انا قلت شويه لا خصني انا نلونسي واحد الفيديو البلانينغ البلانينغ خصكم تنظموا البلانينغ ايوا البلانينغ مع الدراري الصغار راك عارف شويه صعيب من الدراري الصغار اون بليس يعني ما كيصلح الله يحفظك الله يبارك فيك عيد مبارك سعيد باش ما تمنيت ان شاء الله العيد مازال شويه مازال عيد رمضان مبارك سعيد قريب ان شاء الله ولكن نعيد نعقل عليك نعقل بانه نعيد نعقل لك بانه باركتي العيد في الاول رمضان هو الحجر الصحه اخويا ما كرهناش كل ما كانش الحجر الصحه حصلنا اخويا في الديوار حصلنا ايوا ان شاء الله اخويا حصلنا اخويا ولينا نشقاو اخويا مزيان ولينا نشقاو اخويا مومو مزيان شو كدير ها شو كدير واخو ولينا نطيب ولينا نسيق ولينا النوبه دي ولينا دايرين النوبه اخويا مزيان النوبه اخويا مزيان اخويا مزيان تعاونوا اخويا النوبه اخويا مومو النوبه هاي ما تبكيش اكبر مشكل اخويا مومو دابا عندي في الدار شي شنو هو لقينا واحد الكارت سيم في الدار ما عرف علاش داير من ولاش دابا انا هو مولا ديك الكارت سيم مومو انا مهوي مومو نقول لك واحد الحاجه خويا اخويا خصك تعرف انت هو سبب في الزواج على بالك هذه لا عاود ليا اخ اوكي كان لو 17 جويي 2015 تعرف شنو كان في الصيف داك الصيف كان الفيستيفال دو غير وجده هنايا اييه قلت واحد المره جيت هنايا كنت تماك هاد البنت هادي انا ما كنتش كنعرفها كاع كنت يعني هكا كنت انا تما معها في كلي جورناليست هكا كنت جالس نتايا وكنت تما كنعقل ديك الفرقه ما دير لي خالي هو الثاني ايوا انت كنت جالس هكا المهم انا مع كانت عندي واحد الكانو كنت صورتها هكا صورت معك وهادي صافي وهي ملي شافتني هكا قالت لي الا بغيت عافاك عافاك صورني مع مومو صافي انا مع قالت لي عندي التليفون هادي الكانو خير منه صافي انا صورتها معك الو كي صورتها ما تنبع دخلت لي فيسبوك ديالها بقيت كنهضر انا وياها صافي انا شنو كنقول فيها قليل هي سميتها امينه مرتي داو انا والله العلي العظيم داك الغلا غير مومو
فاق لي كنقول غير مومو مو صافي. ملي جات تهضر معاها كدير ميساج قالت لي صيفط لي الفوتو اللي صورت انا ومومو اللي صورنا في الفيستيفال تما. صيفطها لها من بعد صورت العلاقه ديالنا عطاتني واتساب، انا ما عطاتني واتساب وكنت كتبها في السميه امينه مومو كيشوفوها بحال صديقتي من بعد. ايوه ولا 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 واو اجي نقول لك مومو دابا لحد الان انا كنهضر معاها كنقول لها انا زاد عندي شي ولد نسميه محمد باسكو ديجا يعني الاخر اللي كنت يا مومو عرفت عرفت سميتك محمد انا يا ديجا ما تستعقل انا راه هضرت معاك انا ما كنتش قالت حدايا شبعت انا وياك الضحك ما تستعقل هنا بلاد معيط منها ايوب حاتم المانيا انا معيط لا ماشي المانيا ايرلندا لا ماشي ايرلندا انجليز لا فرنسا لا بلجيكا لا لوكسمبورغ لا لا سويس لا لا سويد لا لا فنلندا لا الدنمارك لا سنغافورة لا أستراليا لا جابون لا شينوا لا ميركان لا كندا لا كوبا لا فنزويلا لا طاليان لا طاليان لا أيوب دار العالم كله دار العالم وخلى الجيران جزائر لا إسبانيا وي اسبانيا عندنا جوج الجيران ايوا على سلامتنا الله على خويا حاتم الله يبارك فيك الله يحفظك الحبيب مومو لمياء كنتصور الله يحفظك الله يحفظك اخويا رمضان كريم كلشي بخير شخبار كي رمضان امور فين انت في اسبانيا ولله الحمد انا بالنسبه لي رمضان معتبر تقريبا اول رمضان كندوزو جالس بخير رمضان اللي دوزتو كامل كندوزو في التمارة رمضان كيدوز صعيب هذا العام هذا مع الدار انا ندوزو بالنسبة لي هو هذاك اليوم خرجوا جاروا اليوم عطاوني هنايا اليوم عطاوني الناس هنايا يخرجوا الدراري صغار حدهم 13 عام وما عطاوهم حدهم يخرجوهم حدهم واحد كيلومتر من الدار ديالك تخرجهم واحد كيلومتر ماشي تخرجهم بشي جوج كيلومتر ثلاثة ورغم هادشي هذا عيطت انا دابا عند واحد الدري صاحبي ساكن حدا واحد في كاين شي ملاعب ديال هاد المدينه هادي فين ساكن كاين شي ملاعب تمايا قال لي الدنيا عامره بحال اللي ما كاين والو قال لي كلشي هادو اللي عطاوهم نهار يخرجوا كلشي هود لنا هنايا من الغابه كلشي هود الغابه كنا مجموعين وهادو كنقول لك انا على حساب اسبانيول ومصاره بصفه عامه كلشي شيماء حاتم من عيطان هادي فرنسا شيماء بان لي تتهضر من فرنسا شيماء راك باينه راك مورخه تعرفني حيت بقى فيا بقى فيا ديما ما كيجيبهاش بينتي ليه ياك شيماء بينتي ليه صافا بديت كنشوف هادي راه من باري باري كومون سا سباس عاودي لنا صافا تانكيل Mais qu'est-ce qui se passe à Paris en ce moment? On comprend rien. On voit les infos. Ils disent qu'il y a un confinement. Mais en vrai, il n'y a pas de confinement. On voit Macron à la télé. Il parle de confinement. Et puis après, après, on se rend compte que dans les vidéos, il n'y a pas de confinement, que les gens ne respectent pas, qu'ils ne veulent pas rester chez eux. Lyon, le 18e, Kharjo. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, carrément. Ils ont auto-proclamé le déconfinement d'hier, le 18e. Kharjo, ah, magnifique. Génial. Boulis, Praoui, c'est chauffant. Anna, ma arfa, c'est le 18e, moi, Kharjo, la ma arfa. Kaina, tous les chauffeurs. Je vois. Oui, mais d'après ce que je vois, Anna, je vois que les gens, ils respectent le confinement. Anna, Francfort. Kidra Omar, Bakhin, Halat Tawri Issahia, Kidra Ramadan, Ramadan Karim Akhoya, Wesh Broka. علينا وعليكم اخويا وعلى جميع المغاربه كلهم اللي في المغرب واللي خارج المغرب ان شاء الله باذن الله امين اخويا امين امين كيدرا امور باقي حاله طوري اسعاف فرانكفورت باقي داك الشيء باش واش واحد الفيديو اليوم ياسين اللي شي واحد قال بنورا تلقوا بنورا وحيد واحد شويه حيدوا حاله طوري الصحيه الناس بداو كيخرجوا عادي وي اخويا اصلا حلو عندنا اللي هاد الفوانت اللي عندهم اقل من 800 متر عندهم الحق يحلوا حلو ديجا نهار الجمعه بداو الناس ديجا الخميس بداو اييه ديجا الخميس بداو حالين اللي عندهم اقل ولا اكثر من 800 متر كاري لا اللي اقل ما ديباسيش 800 متر هما البشر ماشي شغلهم فيه يموت هذاك الشيء كيبان لي عندهم عادي هما ليسونسييل المهم اللي كيشوفوا فيه هو الاقتصاد باغيين كي مريسكين بكل شيء اللي عندهم باش ما يطيحش لهم الاقتصاد ديالهم ديال العالم كامل هذا الشيء اللي كيبان لي انا والله اعلم والماسك اوبليغاتوار في فرانكفورت
نعم خويا. الماسك اوبليغاتوار فرانكفورت كمامه الماسك الماسك غدا غدا ان شاء الله اوبليجي. ابتداء من غدا ديروا اوبليجي من غدا غدا الاثنين غتبدا اوبليجي، ولكن ماشي اوبليجي في الزنقه، اوبليجي غير بغيتي تطلع للبيس ولا المترو ولا بغيتي تدخل شي سوبر مارشي تقدا في الزنقه. نو واخا 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 وشكرا. كل بلاد كيفاش كيديروا هذا هيس بريس كيقولوا انتقادات الرداءة تلاحق السباق التلفزي الرمضاني لم يكاد يمر يوم واحد على عرض انتاجات السباق الرمضاني لهذا الموسم حتى انهالت الانتقادات للقنوات التلفزية المغربية بسبب الرداءة التي اتسمت بها العديد من برامجها خلال الشهر الفضيل. هذا هو التناقض، التناقض اللي ما تنفهمش ديال كل عام كنسمعوا نفس الهضرة ديال هذا الشيء هذه ما مزيانش وهذا، ونفس العام عاوتاني وكل عام نسب المشاهده طالعه، يعني كي قالوا ما حد نسب المشاهده طالعه عند هذه القنوات وما تيقولوا هذا الشيء راه خدام. ما انتش عاوتاني دابا كاين اذاعات اخرين مقارنه، هذا بالانسان تيتفرج هنا وتيتفرج لهي دونك تيقارن، كاين انترنت حتى هي اللي واحد لو كونكورون كبير لهذه القنوات. هي الهضره هذه زعما والفنا كل عام، ولكن نسب المشاهده على حسب ما تيقولوا راه طالعه، يعني الناس تيتفرجوا الا ما عجبكش المره الاولى ما تتفرجش فيه المره الثانيه. وانا كنظن اللي كيوقع وانه كلشي كيتفرج في وقت الفطور، كلشي كيشعل التلفازه حيت واحد الوقيته اللي كتجمعنا كاملين مع الاذان المغرب مع البرامج اللي كيداروا ديك الساعه في وقت الفطور. وحاجه اخرى عاوتاني وانه حنا يلاه النهار الثاني، يعني الواحد فاش كيتفرج الناس فاش كيتفرجوا كيقولوا غادي نعطيه فرصه ثانيه ربما الثالثه الرابعه الخامسه السادسه 30 فرصه 30 فرصه بزاف شويه 30 فرصه كيبقى وكيبقى يقول والو والو المزيزا يكون واعر ان شاء الله. حتى لا كان كاع الحلقات كلهم ما واعريش غادي يكون الاخراني الحلقه الاخرى تكون واعره. حاتم وي اسمعوا مزيان اسمعوا مزيان لسن لسن اسمعوا مزيان، شنو هو المراحل الفطور ديالك؟ المراحل ديال الفطور ديالي بعدا داكشي اللي قسم الله اللي كاين في الطبلات نخطط له. المهم انا حيت دوزت بزاف ديال رمضانات خارج المغرب فهمتي، وفطرت شي فطورات ما عندهم ما حتى شي علاقه يعني مثلا تلقى راسي في المغرب فهمتي، تلقى داكشي الشهيوات والمسائل تيعجبوني تناخذ وقتي وتنرتب المسائل. الو السلام عليكم. كل سلام كلشي بخير؟ لا لاباس. اش اخبارك؟ كي قيلتي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. عرفتيني مومو؟ اه معلوم ايوا حتى انا اخوك خصك تعرفين نجي اختي وانا اخوك. بارك في راسك عمودة. ايوا بارك في راسنا جميعا. لا لا يمشي معك يمشي معك بس عمي عمي مات اليوم الله يرحمه. الله يرحمه نسق الاخبار في راسك. الله يرحمه الله يرحمه. كاينه ماما؟ كاينه. اه دوزي عليا. السلام عليكم. سلام سلام وي لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. أشخباركم؟ الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. حاتم لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. أشخبار البنات لاباس عليهم؟ كلشي بخير أمي وأنتم أشخباركم؟ الحمد لله لاباس ربي يخليك الحمد لله. حنا أنا عيطت لك قبل واحد قبل واحد الإنجاز. أييه شنو هي الحاجة اللي بديت كناكلها اللي كليتها البارح واليوم في الفطور؟ اللي كليتها البارح واليوم؟ في الفطور ملي فاش كناكلها؟ مولوش كتاكلها؟ ما عرفتش شنو يدير معاه غادي نعرف. موي انجاز اموي انجاز. ما شنو نقول لك؟ الحريرة خلي ما معيش الحريرة 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 شربتيها؟ شربتها ايوا بصحة شتي شتي ولكن بلاتي الحريرة راه ما كتشربهاش ما كتشربهاش. ومني كتشربها شي نهار كنبزف عليك كتشربها كتشربها واحد اليومين ولا ثلاث ايام وصافي وكتفضي منها ياك. هادشي اللي وقع هادشي اللي غيوقع لي ياك هادشي اللي غادي يوقع دابا نيت. هادشي اللي غادي يوقع دابا هذا هو المنتظر. حيت انا جاتني غريبه هاد القضيه البارح واليوم تشهيتها شربتها وهي الحلا كتشرب ولا كتكال؟ لا كتشرب. لا كتكال ولا تكسكسو حيت كتمضغ الا كان فاش طريف ولا شي حاجه كتمضغ شي الحيمه الحميم صاد ماشي حيت داكشي قليل اللي كثير هو السائل. واخا غادي بون ما غاديش نقول لك كتشرب غادي نقول لك كتكال غنقول لك كتشكال.
حنا كتشكي على كتشكي على وكتنضغ. انا فرحت براسي واليوم كاع جدرت اليوم بيضة مسلوقة قسمتها ودرتها وسط حتى وسط من الحريرة وعاد شربت الحريرة. بام شنو هي؟ بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة بيضة مسلوقة داكشي ديال المحترفين ديال الحريرة. هذه الحريرة كان يمكن ديروها فصل فصل البرمات تسقسوا هذا. اييه كاينه هذا الشيء اللي تيديروا هذا الشيء كاين نورمالمون حيت حنا كنوصلنا بالصعوبه داكشي علاش. ولكن كتسخنوا ولا كتكملوا؟ كتسخنوا ايوا صافي ما كاين مشكل. وانا كنديروا ما عندك ما دير. المهم شرتي الحيره. المهم بدا ايجاز هذا الشيء اللي كاين. ايوا هذا الشيء دابا ديال هذا الحجر الصحي غادي يعلمك بزاف د الحوايج. معلوم ما خصكش نساهم. معلوم بعد ما انت مثلا شنو تعلمتي في هذه الحاله الطوارئ الصحيه؟ شنو تعلمتي؟ انا الحال كما هو عليه بحال تعلمت الصبر. بعدا اولا الصبر. وانت راك صباره انت من شحال؟ لا دابا زدت الصبر. دابا الصبر عاوتاني شي شكل. الصبر على بزاف ديال الحوايج والحمد لله اللهم لك الحمد. انا قلت انا كنقولها بيني وبين راسي كنقول الحمد لله بعد هاد الازمه هادي علمت الانسان الصبر وعلمته بزاف ديال الحوايج ديال مراجعه النفس وبزاف. معلوم خصوصا ما كانش فيه الصبر. خصو الصبر هاد الوقيته هادي الحاجه كتدفع هي الصبر والخاطر. الصبر وغادي يتعلموا فدي ما كانش يصبر يتعلموا. يتعلم الصبر. ايوا مزيان. يا ولد كل خير ان شاء الله. يا ربي امين. يا ربي امين. شوفي بخير كلشي بخير الحمد لله حبيبي كلشي لاباس الحمد لله. انتما لاباس عليكم بعدا فطرتوا مزيان؟ بخير الحمد لله. مزيان طيبنا مزيان اكلينا مزيان قيلتوا صافا بخير قيلنا مزيان بخير. انا كنفطر كيجيني واحد النعاس انترناسيونال. حاتم كي درتي مع الصيام؟ مزيان بخير والله الا مزيان الحمد لله. عليكم الجوله؟ لا مزيان عادي كلشي تيدوز. كلشي كيدوز داكشي اللي قلنا حيت وجدنا راسنا بسيكولوجيكمون وجدنا راسنا مزيان من رمضان ندوزو هنا ما كاينش مشكل. والله يتاويكم الخير. والله يا ربي امين امي سلم على البنات وعلى الله يسلمك امي. الله يسلمك امي. خاصك والو؟ سلامتك حبيبي. الله يسلمك. الله يحفظك امي. يلاه السلام عليكم امي. يلاه صباح الخير امي. احبك يا امي. كنموت عليك حبيبي. ما عندك امي. السلام عليكم. انا بغيت نهضروا على بتسولك زيد تفكرت. حنا كنهضروا على الحيت قرينا واحد لاختيك. دابا حنا ما شفناش البرامج ديال رمضان اللي داروا اللي بداو هذا العام هذا في رمضان. وقرينا واحد لاختيك قالك الناس ما عجبهمش الحال داكشي الرداء ديال البرامج الرمضانيه. تزيد تفرجتوا نجمه؟ انا ما كنتش عليك ما وقتها طافات وصافي حتى ما عجبتني حتى شي حاجه وما ما عطيش أهمية لأن هادشي كل رمضان كيتكرر. واخا كل رمضان ما صراحة ما عجبتني حتى حاجة. كنت كنتظر واحد المسلسل الساعة شت حلقة واحدة صافي ما بقيتش غنشوف. ماشي وتعطيه فرصة. ما كملتهاش كاع بعدا ما كملتهاش. تعطيه فرصة. لا لا والو ما في ما تعطيه فرصة. كنت كنتظر زعما صافي الصبر. الكمالة ديال شي جزء واحد آخر؟ لا جديد هذا جديد. جديد واخ جديد واخ. في واحد الممثلة كتعجبني ولكن والو ما فالصو داكشي صراحة ما كاينش فالصو. واخا لالا واخا يلاه حبيبي راه امي لحدي حكا بعدا غادي يديروا ديك في دوزين دوزين ما يديروا هذاك سميتو ريزو. يعاودوا عاوتاني هضرنا عليه غير هضرنا قبيله يديروا مع وقيته ثلاثه ولا واحد ثلاثه ديال الليل النهار. لا في النهار حيت فاش كان العام اللي كنخرج هذه عامين كان كيدوز مع ديك الحداد الليل ما عرفتش كيدوزوا. واخا ما كاين مشكل ثلاثه بغيتي تشوفوا. واخا لالا بغيتي تشوف راسك. انا ما عجبنيش راسي في الريزون ما كانش ما عجبنيش. لا لا تبارك الله عليك وزاد. انا ما عجبنيش ما تقدر مثل الحسن. التجربه الاولى هذيك ولا الثانيه؟ لا ماشي هذيك ديك مع الدكتور. ما عجبنيش ما علينا ما كاين مشكل ما كاين. مي زوين مي زوين الحلقه زوين المسلسل زوين والقصه زوينه. كيفاش ما عجبكش انت درتي اخطر مشهد فيه؟ درت فيه اخطر كاينه ما عجبكش.
عجبني 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 اختار مشهد تلاحيت 30 30 متر ديال الو 30 40 متر ديال الو خصك تكون انت بطل وفوق من البطل واخا انا بطل في المسلسل انا هو انا هو ايوا خصك تكون فوق من كاين شي حاجه فوق من البطل لان هذيك راه ما نديروها نديروها ان شاء الله المسلسل الجاي نديروا دور ادوار الابطال ادوار البطوله وادوار فوق البطوله لا لا هذا كان هذاك البطوله ناقص منا علاش ما تعاودش ما تعاودش با لا ما تعاودش هذا محيجه كان فيها التوب وزين بعبيد كانت واعره التوب كاع ممثلين كلشي كان زوين غزاله غزاله ايوا واخا يلاه حبيبي شكرا امي يحفظك اشكاي ما قدرتش تفرج ما قدرتش تفرج فيه حتى انا نكون في الراديو لا ماش كتبدا مع هو كيبدا مع الثلاثه انا شحال شنو قال بدينا مع الثلاثه البارح واليوم وحسينا براسنا ما كاينش شي والو شي قررنا نبداو مع الجوج نبداو مع الجوج ان شاء الله كيما عندك ما كنا ما بدلو حتى شي حاجه وبالليل كنا كنبداو قررنا نبداو مع 10 اي بعد بدينا مع 10 حسينا بحال جينا معطلين ونبداو نبداو مع 9 ايوا مزيان واخا واش سالي تنعياو ايوا صافي مزيان داكشي اللي بغينا تعاني صافي واخا امي واخا امي سينا يلاه غادي دابا احسن من التلفازه الله يهديك امي شكرا بزاف يلاه حبيبي مع السلامه الله يهديك امي شكرا بزاف